على سلامتكم. اليوم حبينا نقترح عليكم منتوج جديد يتزامن مع فترة إزهار الأشجار المثمرة كما الزيتون، القوارص، المشماش وغيرهم. ونفس المنتوج يهم أيضا الزراعات الحقلية اللي قاعدة تتحضر. منتوج تيتان عنده فاعلية كبيرة لتحسين عملية التلقيح وعقد النوارة، خاصة أنه في ظل التغيرات المناخية اللي نعيشوها ولات فترة الإزهار والتلقيح تتزامن مع فترات السخانة اللي عندها تأثير مباشر على سقوط الأزهار وحتى سقوط الغلة الصغيرة العاقدة. وهكا تيتان يمكننا باش نحميو نبتتنا ونتحصلوا على زيادة في الإنتاج. شنية مزايا استعمال تيتان؟ تيتان باش يمكن من الحصول على حبات لقاح ذات جودة عالية ويعطي الطاقة اللازمة لحبات اللقاح باش توصل بطريقة أسرع وتلقح البويضات. تيتان يسمح زادة بتعديل عملية النتح ليفابو ترانسبيراسيون في فترات الحرارة، وهكا يمكن النبتة من الحفاظ على الماء الموجود بالخلايا متاعها، وهو ما يمثل اقتصاد غير مباشر في الماء. كيفاش يأثر تيتان على خلايا النبتة؟ بفضل تقنية صنعه المرتكزة على تكنولوجيا التحفيز الحيوي، يتم امتصاص مكوناته بسرعة عن طريق الأوراق، الأزهار والبراعم. تكنولوجيا التحفيز الحيوي تحدث تغيير فيزيولوجي داخل خلايا النبتة، وهذا يحفز النبتة على إفراز بروتينات، سكريات ودهون باش ينتج على هذه الإفرازات غشاء لاصق يسمح من تحسين التقاط حبات اللقاح فوق الميسم ستيغمات، ويغذي حبات اللقاح باش يعطيها طاقة للوصول للبويضات في أقرب وقت، وبهذا نتحصل على نسبة تلقيح عالية باش تعطينا ثمار أكثر وبالتالي زيادة في الإنتاج. بمفهوم آخر، يمكننا تيتان من تقصير الفترة الممتدة من وصول حبات اللقاح فوق الميسم إلى وصولها للبويضة وتلقيحها، وهذا كافي باش يساهم في تقليل مخاطر تساقط الأزهار اللي تتزامن مع الفترات الحارة. كيفاش نستعمل تيتان؟ تيتان هو منشط حيوي طبيعي يتم استعماله عن طريق الرش الورقي، وجرعة الاستعمال هي إترا تيتان في 1000 إترا ماء، يتم استعمالها مرتين أو ثلاثة في فترة الأزهار. يتم استعمال تيتان على جميع الزراعات أو الغراسات اللي تعطينا أزهار وغلال. في قراءة لنتائج استعمال تيتان في غراسة التفاح، تمت المقارنة بين أشجار تم استعمال تيتان عليها وأشجار لم يتم استعمال تيتان، وبينت هالنتائج زيادة في عدد حبوب اللقاح ب 21%، كما بينت زيادة ب 160% في أنابيب اللقاح في بداية طريقها نحو البويضات. هذه الزيادة في أنابيب اللقاح مثلت 11% في نصف الطريق نحو البويضات والتلقيح. نلاحظوا من خلال هالتجربة أنه الأشجار اللي تم استعمال تيتان عليها هي تمثل أزهار عندها ميسم ذات نمو جيد. وفي آخر المطاف أظهرت النتائج زيادة ب 15% في إنتاج التفاح. فريقنا وشريكنا على ذمتكم للإجابة على كل تساؤلاتكم. مرحبا بكم وإن شاء الله عيدكم مبارك.